ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. في الاسماء على إذاعة الحياة فام موعد جديد من ريكاب ميدي في بداية هذا الأسبوع باش نرجو على آخر الأحداث والمستجدات على الساحة الوطنية. تجبوا تسمعونا على البوند FM 90.3 وإلا الباش فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلها بالفرنسية الحياة فام أو بيان على اللايف ستريمينج على السيت ويب متاعنا الحياة فام. رحب بفريق العمل معايا لليوم أمنة بوخيت في الإخراج التقني سيف بولعريس في الديجيتال معكم سهام حمدي من توا حتى لساعتين في ريكاب ميديا. ريكاب ميديا. ريكاب ميديا. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميديا. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو أنا فيكم لليوم في ريكاب ميدي باش نرجو على التعريفة الجديدة لمدارس تعليم السياقة بداية من غرة ماي المقبل. هذا باش يكون في الأكتواليتي. أما في الانترفيو دي جور لليوم باش نرجو على حديثة غرق سفينة شحن تنقل 750 طن من الغازوال في خليج جيبس. يعني باش ناخذوا تحليل من خبير بيئي, حوارات مع المجتمع المدني في ولاية جيبس وبرشا أراء, ونحاولوا نجاوبوا على الأسئلة التي طرحت واللي تزامنت مع هذه الحادثة. هل هي مخطط إجرامي سعم إنها حادثة؟ هذا السؤال اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليه لليوم في ريكاب ميديا. هذا أكثر يسنى فيكم لليوم, متواصل معكم حتى لساعتين. مرحبا بكم الناس الكل. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي على إذاعة الحياة فام. أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي وكل عادة نبدأ بالأكتواليتي. أكتواليتي. الأكتواليتي. للناس اللي خموا إنهم يعملوا مي معناها شهادة السياقة, فما تعريفة جديدة باش تبدأ وينطلق العمل بها بداية من غرة ماي المقبل. خلينا ناخذ عليها أكثر تفاصيل مع سيد عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسة التكوين في السياقة. سي عمر الفتوي عسلامة, مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا بكم كل مستمعي إذاعة الحياة فام. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سأعمر لو كنت تعطينا فكرة على التعريفة الجديدة وخلينا نعمل هكا كل مقارنة يعني بين التعريفة اللي كانت وقديش الزيادات. شوف هي تعريفة تعرفوها الناس كل ثم الناس كل تعرف كونها تعريفة حرة في قطاع التكوين في مجال السياقة والسلام المرورية. لكن احنا مش نعملوا تعديل راهو. الناس كل تعرف اللي الغلال كراهب الكرهب اللي كنا ناخذ فيها ب 25 ولات ب 50 والكرهب ما تعرفوا. الناس كل تعرف تونس كامله اللي هي الوضعيه اللي قاعدين نعيشوا فيها في الغلال زيدهم المحروقات والمحروقات كل شهرين كل ثلاثه. احنا والله المحروقات ممكن تتحدى امره والغلال الكراهب حاجه كبيره برشا, وزيدنا عامين كورونا وزيد معناتها احنا كي جينا نعملوا في الاستاتستيك نتاع 5400 مدرسه ولاو فيهم 4000 وشويه معناتها هنا 1000 مدرسه سكرت معناتها ماهيش هذا زاد. احنا توا حفاظا على ديمومه المؤسسه واستمراريه المؤسسه خاطر مؤسسات قاعدين يشغلوا في ناس معانا ونشغلوا في دي سكرتير على الاقل باش نعيشوا باش نجموا نتحركوا شويه. زدنا راي عدلنا السوم هو تعدل ديرنيرمون في مارس 2020 اللي كانت الحصه قبل تتراوح على خاطر احنا ما نجموش نعملوا بريفيكس ما عندناش حق قانونا اما من الى ثم فورشات تاع تري كانت قبل بين 8 و10 ولات بين 10 و12 هي حصه قانون الطرقات معناتها زادت 2000 فرنك. حصه التكوين التطبيقي اللي هو الكوندويت احنا نقولوا كانت تتراوح بين 22 و 25 ولات باش تتراوح بين 25 و 30 دينار. والامتحان هذا دون معلومة التسجيل هكا الركبة نتاع المهندس هكا الامتحان هذاك كان بين 100 و 120 باش يولي بين 120 و 170 ألف. هذوما التعديلات اللي صارت. بون راسلنا احنا سي وزير التجارة هو قانونا من حقنا نعدلوا في الأسواق وحدنا في فيل هي
تسعيرة حرة. لكن احنا حابين السيدة الوزيرة هي عندها آلية الرقابة. إذا كان ثم قرار يخرج وزير النقل أو وزير التجارة، احنا توخرين من زوز قرارات، قرار في تعدى قبل في ديسمبر وقرار في مارس نتاع وزارة التجارة اللي هي باش ينجموا نراقبوا قطاع التكوين. رسلنا احنا السيدة الوزيرة ثم رجعت لنا، ماناش مطالبين باش نستناوها لتجاوبنا، مي هذاك هو معناه باش تدخلوا في التطبيق سي عمر في لبرمي صحيح لبرمي مي ان شاء الله باش ندخل في التطبيق تاعي. هي سيتي كانت باش تكون في لبرمي افريل 1 افريل. بون لعده اسباب وقعدنا في اجتماعات اقليميه واتصلنا بالاخوين في الجهات الكل ولزمنا نسقنا على خاطر مش كيما في كيما فاقس كيما الخيروان كيما تونس كيما ثم ناس قادره ثم ناس مش قادره. باهي سي عمر، ما تراش انه الزيادات هذه زاده تنجم تكون مشطه في حق الممتحنين واللي يحبوا يعديوا البرمي؟ فما زياده ب 50 او تعريفه جديده، معناها التعديل هذا ب 50 دينار كامله الامتحان دون معلومه التسجيل، فهذا يعتبر يعني زياده كبيره يعني. لا شوف احنا علاش حاطين هكا الفرشاه دي بري الحاجتين هي، ما انا قلنا احنا ما عندناش حق احنا نحطوها فيكس. والحاجه الثانيه ثم ناس اللي كانت تخدم بالادنى باش تخدم به، كانت تخدم بالاقصى ولا تخدم به الادنى، معناتها ما هوش علاش احنا قلت لك راهو مش كيما التكوين مثلا في تونس، مش كيما التكوين في الساقط، مش كيما في القيروان، مش كيما في التطاوين. احنا قلنا يا اخي اللي قادر باش يخدم ب 10 في جهات نايه وفي جهات تعبه شويه يخدم ب 10 القانون الطرقات. ما تزيد والاخر ب 12، معناتها احنا حابين نعدوا بين الجهات. نعرف المواطن، احنا مواطنين قبل لا نكونوا رانا اصحاب مؤسسات، احنا رانا الفواتر كونسوماتور فوندر، معناتها احنا اكثر من ونعرفوا عيشتنا وعايشين ومعيشين مع المواطن احنا. معناتها راهو هذه الزيادات وكان تحسب تعمل الكالكيل الصحيح وعملنا دي زيكسبير راهي الساعه فاتت 37 دينار. احنا على الاقل نتبعوا بشويه بشويه وقاعدين احنا رانا مع المواطن، خاطر ديجا الدوله باش تنقص، الناس الكل مش قادره باش تعمل رخصه السياقه راهو. معناتها احنا انت قلت لي راهو المواطن ياسر عليه. احنا كان نعملوا كالكيل والحساب راهو الامورتيسمون تاع الكراهب والمحروقات القطاع يعيش في اتعس فتراته، كانت التواريخ في الجهات الكل. انت ما تاخذ موعد نتاع تعدي ترمي رخصه السياقه يحب لك شهر شهر ونص، تو على 10 ايام وعلى 8 ايام وعلى 9 ايام وعلى 7 ايام تجي تاخذ موعد. مع هنا اكوادي هنا تعرف كون القطاع ينهار. ماهوش راهو وانت البرمي باش تعملوا مره في العمر ساعات واحده تكري روبا مليون تكري باش في ارض. وهذا برمي طول عمرك، معناتها برمي نتاع العمر. اذا كان الانسان به سامر، معناها التعريفه هذه ساعه فما مارج، معناها اصحاب المدارس تعليم السياقه هما اللي باش يحدوا في الاخر السعر. المهم توا تم تحديد السعر الادنى، خليني اقول اللي هو 10 دينارات حصه قانون الطرقات، حصه التكوين التطبيقي 25 دينار، هذا الادنى هكا ولا سي عمر؟ اي 120 دينار هو الامتحان. صحيح به، والاقصى ال10 ولا ال10 من ال10 حتى ال12 ومن 25 حتى ل 30 اي وال 120 ولات 170 ولات حتى ل 170، معناتها ثم ناس ينجموا يخدموا فيها بال 10 راهم كانوا قبل. نعطيك قبل التياق على الترفيه في التسعيره، راهو ثم ناس ليس ال 10 وال 25 وال 120 يخدموا بهم. احنا ديجا قعدنا في موقع نتاع انتقادات، انا عندنا خيام في جهات في نابل وفي برشا جهات قال لك احنا نخدموا بهم لازم هذوما، علاش قعدتوا غالي؟ قلنا لهم احنا باش نلحقوا هاك الناس، لما الناس كانت تخدم بالادنى زاده بالثمانيه. احنا توا اخدموا يا خويا، هذا اخدم بالاقصى، انت كي لاباس والامور ماشي وعندك حرفاء لاباس عليهم، اما ثم ناس راهي زاده تعبه شويه. احنا نعدلوا راي الكفه، حاب نعدلوا لا نضروا القطاع حتى لا يشتكي الراعي ولا يجوع الذئب كما يقولوا. به سامر زيدا، جاي في البيان اللي أصدرته المنظمة الوطنية لمؤسسة تكوين في السياقة والسلامة المرورية ينص على أنه فما عقوبات زجرية، لو كنت تفسر لنا يعني النقطة هذه سامر. ما هنا بالطبيعة هو الأحكام القانون عدد 36 هذا المؤرخ في 15 سبتمبر جكرو 2015 هذه احنا ليش وصلنا لوزارة التجارة؟ خاطر وزارة التجارة هي عندها آلية الرقابة،
وهي عندها لازم تراقب قطاع التكوين في مجال التجاره الالكترونيه. توا باش تصير مذكرات تخرج من الادارات الاداره العامه للتجاره للادارات الجهويه باش تراقب هذه التسعيره اللي عملناها. في وقت ما قبل يراقبونا وثم ناس تخالفت، ثم ناس طايحة في السوم تخالفت. توا هذاك هكا علاش؟ يعني المخالفه سي عمر يا اما بالتخفيض تحت الاسعار هذه والا بالترفيع اكثر من السعر الاقصى. اي ما لازمكش تخفض وما لازمكش زاد كل ما هو يضر فيه اخلال بالمنظومه راهو يتحمل مسؤوليته. واضح. معناتها هذا 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 قانون في ما في حد. واضح سي عمر، نختم معك برقم كنت اشرت له انت في البدايه، تقريبا قلت انه فما 1000 مدرسه تعليم سياقه سكرت معنا في السنوات الاخيره. فوق الألف. فوق الألف، قديش عندنا من مدرسة توا في تونس في الجمهورية؟ احنا في تونس عندنا في بريسك 5600 5500 هكاك. توا درينا عملنا هذه ستاتيك مع في الجهات الكل، نلقاو 4000 وشوية، معناتها فوق الألف، معناتها هي الحكاية راهو تدعو للريبة وتدعو للانتباه، وإن شاء الله ربي يجريها على صداعها، نحبوا الناس الكل. نشكرك برشا سي عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة على مدنا بكل هذه التفاصيل. إذن تعريفة جديدة، حصة قانون الطرقات أقل شيء 10 دينارات أكثر شيء 12 دينار، حصة التكوين التطبيقي 25 دينار أقل شيء 30 دينار أكثر شيء، الامتحان دون معلومة تسجيل 120 دينار يتراوح حتى ل 170 دينار. هذه هي التعريفة الجديدة، فما عقوبات على المدارس اللي تنجم تخفض أقل من السعر الأدنى وإلا ترفع أكثر من السعر الأقصى. مشكور جدا سي عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة. بعد شوية نعرف لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها، تلقاو زميلتنا سوار بن حميدة في نشرة الأخبار نص نهار ونص، ومكملين معكم في ريكاب ميدي حتى لساعتين. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي باش نحكيو من هون حتى للساعتين على السفينة اللي غرقت في خليج جيبس، تداعيات متاحة، شنو الأسباب وقراءة، باش تكون معمقة إن شاء الله. عنا برشا ضيوف وبرشا حوارات من هون حتى للساعتين نرجع فيها على هذا الحادث، إن كان حادث بطبيعة الحال، لأنه فما برشا أسئلة ونقاط استفهام كبيرة برشا، هو حادث أم أنه جريمة مرتكبة ومخطط لها من قبل؟ هذا سؤال نحاولوا أنه نجاوب عليها اليوم في غيكاب ميدي. معايا في البلاتوسي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي. مرحبا بك، مرحبا للمستمعين المستمعات ومتابعي الحياة فهم. شكرا جزيلا لك. باش نحكيه على السفينة في خليج جيبس اللي غرقت ومحملة ب 750 طن من الغازوال، وبطبيعة الحال ضيفنا الأول هو سيد حافظ الهنتاتي، صحفي مهتم بشؤون البيئية ومناضل بيئي. تدسويت في الانترفيو دي جوغا. انترفيو دي جوغا. سي حافظ الهنتاتي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك، تحية ليك وتحية لضيفك الكريم سي البقلوتي، وتحية إلى كل مستمعي إذاعتكم، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك أنت على قبول دعوة. سي حافظ الهنتاتي نذكر صحفي مختص في الشؤون البيئية ومناضل بيئي. دونك سي حافظ نبدأ معك ساعة من اللول، كيفاش تبعت الحادثة هذية؟ قبل ما نحكي بأكثر تفاصيل ونتعمق يعني في المراج حولها من جدل كبير برشا، كيفاش تبعت الحادث؟ هو في الحقيقة يعني احنا انا باعتبار اني ناشط في المجتمع المدني يعني منذ سنوات، وعضو الجامعة التونسية للبيئة والتنمية، ومن رئيس المؤسس للجامعة وتوا حاليا امين مال متاعها، عندنا العديد من الجمعيات المخرطة في الجامعة، ومن بينهم جمعيات موجودة في جابس، وعندنا في عيون الارت موجودة بيناتنا. اي حادث او اي تجاوز بيئي يقع في المناطق اللي موجودين فيهم الجمعيات اعضاء الجامعة التونسية للبيئة والتنمية إلا وجينا الألارت
باش نجمو نتبعو ونشوفو شنو نحطو الاستراتيجيات نتاع تاع المجتمع المدني سواء كان بالنسبه للخيان اللي موجودين على المكان في صفاقس ولا في قابس ولا في زرجيس ولا في جربه ولا في نابل ولا في تونس ولا في اي منطقه فيها الجمعيات هذه الا ويقع التدارس ويقع المتابعه وقتها تولي نتبعو يعني حينيا كل الاخبار لتجميع المعلومات باش نجمو نفهمو وحتى نحطو دورنا كمجتمع مدني في حال وجود بعض الإشكاليات البيئية اللي تسجل. وهذا كان نفس الشيء بالنسبة للحادثة في قابس. المعلومة وصلتنا في إبانها من طرف زملائنا أعضاء الجمعيات وخاصة جمعية مواطنة وتنمية مستدامة بقابس وبدينا نتبعوه في الموضوع بالتفاصيل باش نجمو نفهموا أكثر اللي يقع. المعلومات اللي راجت بخصوص المسار متاع هذه السفينة من ميناء دمياط في مصر، قالوا إنها خرجت في اتجاه مالطا، وقفت في صفاقس تقريبا 6 أيام لتغرق فيما بعد في خليج قابس. يعني هل الجدل اللي صار بخصوص المسار متاحة وعمر هذه الباخرة 45 عام سيحافظ، وانت مختص في شأن البيئة أكيد تعرف الأعمار يعني الافتراضية، خليني أقول للسفن، يعني هل كان لهذه السفينة أنها تتجول معناها وتبحر من بلد الى بلد عادي يعني وهي في هذه الوضعيه؟ هو اولا ثم زوج نقاط مهمين. ما راجع من اخبار وفيه العديد من الاخبار وفيه شيء من الاشاعات. وهناك تضارب بين ما قالته وزاره البيئه في بلاغها الاول ثم ما بدا يصدر للعلن من معلومات حول دخول انا وزاره البيئه. ما قالتش انا الباخر دخلت ميناء صفاقس وقعدت فيها. مش معنى الكلام هذايا، معناتها انا عندنا المعلومه من خلال يعني ما تعرفوا انه بالنسبه للحد البواخر او الطائرات يعني ثم مواقع في الانترنت انك تتبع المسار نتاع اي سفينه او اي طائره. يعني حسب ما تبعناه في المره في الايام الاولى لقاو انا دخلت الشخص، بينما وزاره البيئه لا تتحدث، وقتاش تحدثت على الموضوع هذا الا السيد وزير النقل في الندوه الصحفيه اللي قال انا دخلت الساقس وقامت بتغيير الطاقم وقامت زاد بالشراء المهونه باش توصل. يعني انا ايش نقول؟ انا ما دام فماش تحقيق رسمي تحل، يعني هو تحل تحقيق رسمي ينفوا وقت باش نجموا نفهموا علاش، لانه مثل الحوادث هذه او هذه الجرائم موجوده في العالم، واحنا تعرضت لنا حتى سواحل التونسيه في جهه بنزرت تعرضنا الى مثل هذه الجرائم، حيث ان بعض المؤسسات يعني ثم المافيات اللي هي موجوده كما في مافيات الزبله ثم مافيات البواخر ثم مافيات يعني ثم دائما المافيات اللي هما تحاول شنو يحاولوا ياخذوا اكثر ما يمكن باش الفلوس، ياخذوا هذه البواخر القديمه اللي ما عادش عندها يعني صلوحيه للابحار ويقوموا بعمليه غرقها باش يجموا يسترجعوا اموال نتاع التامين. في قضيه الحال حسب المعطيات الاوليه ان هذه الباخره كانت في احد مواني اليونان وتم رفضها باعتبار انها لا تكون في وضعيه يسمح لها بالابحار وما عاد ما قامتش يعني بالاجراءات السلامه ما تنجبتش لاجراءات السلامه المعمول بها. اذا عمرها الافتراضي معناتها انتهى، هي معناتها ستون هذا هي سفينه ماشيه للاندثار وبالتالي ما كيفاش يتم السماح لها سي حافظ انها تبحر ومعناها شوف هو راهو احنا اذا كان قلنا مافيا راهو ثم في العالم اجمع وحتى في تونس عندنا الناس اللي تدلس الوثائق والناس اللي تدلس يعني كيما الكراهب اللي يدلسوا لهم الوثائق الكارت الجريز نتاعهم يعني ثم هنا هيك علاش انا قلت لك لازم التحقيق الرسمي عن طريق العداله اللي هو مش يسلط الضوء كيف تو احنا بعض المعلومات او الاشاعات اللي مازالت مش متاكده ان فما انكرنيت بور اللي هو يكون موجود في السفينه يقولوا انا مش موجود واللي هو كيما احنا هذاك الصندوق الاسود نتاع الطائرات اللي هو يحدد لك فيه خاطر في كل ربان باخره يسجل في الدفتر كل الاشياء اللي تقع. بالتالي اذا كان ما عندكش الدفتر هذاك يمكن ياسر انها مش تسمى برشا اشياء اللي باش يقع تمسها باش ما تظهرش الحقيقه. هذا على المستوى هذاك. وانا شو نقول هنا وحنا شو قلناه حتى في بلاغ قلناه وخرجناه قلنا لابد من المتابعه
هذاك كانت نشكره. اما حتى في مجال الجزم في مجال البحار يعني راهو القانون البحري العالمي ما عندناش برشا حتى مختصين في تونس في مجال في وهذيك داير كانت تفكروا انتم القضيه نتاع الباخره اللي التونسيه اللي ضربت في البحر يا مده سنوات توا وهذاك لازم عندك خبراء قانونيين في مجال القانون البحري لازم يكونوا هما يتبعوا لان قضيه مش تدخل فيها برشا اطراف ولا بد ان احنا ندعونا رئاسه الجمهوريه وانا ادعو من جديد الى الاستعانه بخبراء في مجال القانون البحري باش نجمو نفهمو ونحدو المسؤوليات هذا على مستوى المسؤوليات الجزائيه والمسؤوليات يعني الاخطاء اللي تمت او الجريمه التي تمت لطمس شيء معين. ماشي عمليه سهله يعني. سي حافظ هذه بخصوص معناها الاخبار ما راج من شنو صحيح شنو الغلط. ثم نقطه اخرى زاده راجت عند برشا نشطاء معناها بيئيين ولا مجتمع مدني ولا سياسيين شفنا برشا كلمات ما مدى صحته انه يقول لك المسار نتاع سفينه يقول لك هو معناها خرجت من دمياط متجهه الى مالطا بينما بعض الاخبار الاخرى وبعد تتبع المسار نتاع سفينه على المواقع المختلفه يقول لك هي من مالطا وماشية لدمياط شنو هو صحيح هوني وين منين الانطلاق لوين الوصول هذه ما نجمو نحدو الا ما يتحل التحقيق والبحث الجنائي توا باعتبار ان باش نجمو معناها الاخبار التزوير نتاع الوثائق والتزوير ثم برشا اشياء اللي هي ثم اشاعات اخرى تقول انها هذه من بين السفن التي تستعمل لتهريب البترول من ليبيا فتيه مالطا يعني موجود الكلام هذا يعني والاشاعه هذه ولكن ما مدى صدقيه انا لا يمكن لي ان اؤكد او انفي ذلك باعتبار ان ما عنديش المعلومات يجب لابد من لجنه التحقيق العادية اللي تقوم بالتحقيقات سواء كان بالنسبه للربان سواء كان بالنسبه للمطارات اللي اسمه المواني الموجوده اللي كان دخلت الميناء في مالطا لازم نعرفوها وقتاش دخلت وإذا كان ماشي لدمياط نعرفوها يعني هذه بالوثائق مش بنقول هذه مش معلومه كان القضاء مش معلومه كان القضاء وهذاك علاش انا نعتبر ان ثم العديد من المزايدات والعديد من الواحد لكن استنوا التحقيق يمكن هكا الفوري والباز اللي لوجوا عليه برشا خبراء او وانا معناتها زاد نسال هل ترى الناس كل ولاد خبراء في البيئه وخبراء في المجالات البحريه والناس كل ولاد تفتي قرار ثم يعني ثم قضيه احنا شو نقولوا انه هذه قضيه قد ترتقي الى جريمه قد ترتقي يعني هنا ما نحطوش نقولوا ترتقي احتمال وما على القضاء الا ان يبحث في هذا المجال وبعد نشوف الطبيعه الاخرى وقت عاد موزده سي حافظ الصمت على بعض المعطيات راه يولي فيهم بعد برشا تاويلات وقت البلاغ الاول نتاع وزاره البيئه يخرج ما تذكرش اللي هي وقفت في صفاقس لمده 6 ايام ومن بعد تتكشف معناها بالتصريحات وكل وقتها تولي فما جانب من التاويلات علاش احنا توا تحدثنا على الجانب الاول في المشكله هو الجانب القانوني المتعلق بقانون البحار تو باش نحلوا الدوشي الثاني اللي هو مهم جدا واساسي ورئيسي وهو قضيه الاتصال والاعلام يعني عندنا مشكله كبيره في تونس في التعامل مع الاحداث نبداو يا اما بحسن نيه وفي في العديد من الحالات عن سوء نيه ما نعطيوش المعلومه الصحيحه وهنا في كلتا الحالتين حسن نيه او سوء نيه نصطدموا بالثقة نصطدموا بموضوع الثقة بين المتلقي والباث يعني مهم جدا وهذه قضية أخرى اللي وهذاك علاش أنا شخصيا طلبت وحتى بعثت وكتبت على أساس أنه حتى في التدوينة في الوحدة نتاعي قلت أن راهي الأزمة هذه أو الكارثة فيها جانب اتصالي جانب مهم جدا ونحن لا نعمل بشكل جيد في التعامل مع أزمات لأن ما نعرفوش الاتصال الأدمات لا كوميونيكاسيون دو كريز راهو لا كوميونيكاسيون دو كريز هي تخصص كامل يعني شو وقتاش تقول كيفاش تقول وشنو هي المعلومات اللي تقولها وتعتمد الصراحه ولا لا وتهول ولا ما تهولش ولا تقلل ولا ما تقللش ولكن هذاك في التقييم اما في المعلومات تخرج معلومه الا ان تكون دقيقه وخذ وقتك وابحث وخرج واعمل قضيه التحليل
معلومات الاوليه ما عنديش، الا ما نكون عندي تحليل بعد ساعه ساعتين وكان عندي معلومات جديده. والمصدر الرسمي لازم يكون، هو اول اللي يخرج يعني هالتحليل، المعلومات التحليليه ولا معلومات اضافيه قبل ما تخرج. صحيح، لانه هذه هي مسؤوليته، هذا مش مزيه من عنده، هذه مسؤوليته، لانه هو مسؤول امام الراي العام، والراي العام من حقه باش ياخذ المعلومات الصحيحه. صحيح في بعض الحالات انا ما عنديش المعلومه الصحيحه، يلزمني شويه وقت باش نبحث عليها، يلزمني شويه تنسيق، ولكن انا اقول، وهذاك علاش انا طلبت من خلال الطلبات هنا ان معناتها ان كوميتي دو كريس دو كوميونيكاسيون، معناتها لجنه لاداره الاتصال الازمه. لا ما عملوش مع كل يعني، وانا مع كل اسف نقول كل يعني البارح نسمع في السيده الوزيره يعني تقول في كلام معناتها في خطاب في المداخله في النادي الصحفيه يعني لا انزل الله به سلطان. تتحدث السيده الوزيره كيف ان بعض البواخر يتم اغراقها وهي حاجه خارقه للعاده باعتبار تولي معناتها بيبينير نتاع 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 شو اسمه بيبينير نتاع سمك نتاع السمك. هل الكلام هذا صحيح؟ اما يولي ديباسي يولي موفي يولي مشو مش وقته، لانه مش وقته. يعني انت معناتها ساعات، وهذا هو ساعات السيده الوزيره معناتها مع كل احتراماتي ليها وتقدير للمقام يعني برشا حتى مسؤولين، الكلمه اللي تتقال في الوقت راهي صحتها مربوطه بالوقت ومربوطه بصدقيتها. ساعات المعلومه السابقه تعطيها بعد الوقت ولا قبل الوقت أو مش لموقعها تولي خطيرة. سحب مرحبا. في نفس السياق شفنا أنه السفينة وقفت في صفاقس مدة وغيرت الطاقم ثم خرجت من صفاقس وانقطع الاتصال بها. هذا يعني ما يروج عليه. ثماشي هنا ترى أنه فعلا ثم تقصير كبير من السلطات التونسية أنها تتتبع اي سفينه خرجت بالمياه الاقليميه، خاصه كيف نشوف الوضعيه نتاعها. يعني لا اظن ان هي وضعيه سليمه، وربما تكون يعني وضعيتها يعني سيئه، ثم حتى الحموله نتاعها شو معناها 750 طن؟ ماذا يعني هذا في اطار نقل النفط؟ يعني حاجه صغيره، حاجه بسيطه، مش كبيره برشا. تراش انه ثم تقصير على مستوى المتابعه، جمعه كامله سفينه في المياه الاقليميه التونسيه ونعرف ولا حد شيء. هو معناتها الكلمه اللي انت قلت تقصير، أنا لا أشك في ذلك، باعتبار أن هذه الباخرة موجودة في المياه الإقليمية، حتى تنجم تخرج في المياه الدولية، وقتها ما عادش عندنا مسؤولية، معناتها المسؤولية القانونية ما عادش عندنا، لكن ما دام في المياه الإقليمية وعندها خمسة أيام، معناتها هناك تقصير أكيد ومتأكد. أنا نعتقد أن وهنا وطالبنا أيضا كمجتمع مدني أن بمحاسبة المقصرين أو المهملين، وهذا مهم، يعني لأن قضية أمن قومي، يطرحوا قضية أخرى تولي. يعني كان فيها منعش أنا شفيها باخر عشنية شكون فيها يعني قضية السلامة والأمن القومي من، وهنا ساعات احنا نستخف بالأشياء يعني بغض لباس ومش مشكل ورب يستر وعادش بيه. هذا بكله كلام اللي هو بالنسبة لي أنا خطير وخطير جدا على مستوى ما نعطيوش القيمة للأمن القومي والسلامة لسلامة الوطن، باعتبار أن الأشياء البسيطة يمكن هي تكون أسباب لقدر لأحداث كبيرة. يعني أكيد أنا هذاك علاش أنا قلت معناتها لازم نشوف شنو الإجراءات المعمول بها في قانون البحار في التعامل مع البواخر. يعني راهو ثم هذا، وانا مانيش مختص فيه باش نجم نقوله، ولا بد ان ثم ناس مختصين في كيف التعامل مع البواخر، واحنا نعملوا عمليه التوصيف وقراءه، ولكن الاكيد ان قراءتنا وتوصيفنا صحيح، لكن ماهوش مستند الى الامور العلميه، لانه نشوفوا شنو هما لي بروسيدور ماريتيم، يعني شنو هما الاجراءات البحريه المعتمده في مثل هذه الحالات. يعني عملية التغيير علاش تمت، كيفاش تمت، علاش تبدل الطاقم، شكون الطاقم اللي جا، شكون الطاقم اللي خرج، يعني راهو هذه مجموعة من الأسئلة لابد أن تطرح باعتبار أنها يعني مهمة في حال وجود حادث أو جريمة. توا العادة ما عندناش مشكل، كيف تولي ثم حادث أو جريمة هنا تولي قضية أساسية، وهذاك علاش أنا قلت ما نستبقش، لا ينبغي أن أستبق أي شيء إلا حتى نشوفوا ان شاء الله البحث القضائي
ينور لنا برشا ويسلط الأضواء على برشا نقاط غامضة واللي هي مجموعة من التساؤلات ويحق للرأي العام ويحق للصحفيين ويحق لمناظري البيئة ويحق للمواطنين باش يطالبوا بتسليط الضوء على هذه النقاط وإنارة الرأي العام بكل المعطيات طبعا. به سي حافظ، اليوم يتم الحديث على انطلاق عملية شفط والغازوال اللي موجود معناها في هذه السفينة. إلى حد الآن الكميات اللي تسربت هي كميات ضئيلة حسب وزير النقل في الكونفرنس دو بريس البارح. إيش معناها إذا كان، ما هي المخاطر سي حافظ لو كان يتسرب هالغازوال هذايا في خليج قابس؟ والعملية متاع الشفط هل هي عملية تقنية دقيقة، صعيبة مش صعيبة، قادرين عليها مش قادرين عليها، خاصة وأنه معناش خبرات يعني يظهر لي في مثل هذه الحوادث؟ شوف، أولا نحب نقول أن المعلومات اللي عندنا راهي ليست معلومات دقيقة، وحتى مع كل الاحترام والتقدير للسيد الوزير، هل فعلا الخزانات نتاع الباخرة يعني مملوءة بالغازوات؟ قداش الكمية؟ يعني تحدثنا على لو تحطوا على 1000 طن وعلى وبعده لو 750. هذا أول، هذه النقطة، هذه نقطة ما عندها ثانوية. النقطة المركزية والرئيسية هي أن الخزانات للخزانات مش اللي حاملتهم، الخزانات الوقود اللي تمشي به اللي تستعملوا هي للأبحار. بتقول ممكن يسأل الإنسان يقول لي شنو الفرق؟ ثم فرق كبير بين الديزل، بين الديزل وبين الفيول، ثم فرق كبير. يعني الديزل هو أرقن وأخطر، ويعني تأثيرات البيئية تأثيرات كبيرة وخطيرة وخطيرة جدا. الديزل عنده تأثيرات ولكن أقل، علاش؟ لأنه أقل كونسنتراسيون الفيول. يعني تقصد سي حافظ؟ الفيول، أي الفيول. يعني لأنه أنا مرأو فما حتى في التسمير ما حناش دقيقين، وهذا يعني شنو هي نوعية الشحنة بالضبط؟ هذا على مستوى شنو توا ناخذوا احنا على مستوى التحكم الكبير. شوف، أن كل تلوث بحري شنو الخطر نتاعو؟ هو أن الكميات من المحروقات نسميها كلها، معناها ولكن فما درجات تاع خطورة. كمية المحروقات هذه إيش تعمل؟ هي تعمل يعني حاجب على سطح البحر. يولي لا ضوء يدخل ولا الأكسجين يدخل. وبالتالي إذا كان الإضاءة ما تدخلش لعمق البحر، وإذا كان ما ثماش يعني عملية تجديد الأكسجين، كل الكائنات البحرية ستموت يقص عليها الأكسجين، يقص عليها الضوء، تنتهي. يعني هنا الخطورة بتاع المواد هذه، يعني أولا على مستوى سمكها قديش كان بخش فوق البحر، يعني مش كما بعشرين سنتيم، مش كما بخمسة سنتيم، مش كما بثلاثين سنتيم، خاطر كميات مهم جدا. اثنين مدى انتشارها، خاصة احنا تو علاش نتحدث على خليج قابس؟ خليج قابس هو منطقة معروفة بالبحر الأبيض المتوسط باعتبار أنها هي مرعى الأسماك، لأن خليج قابس هي المنطقة اللي فيها أكبر مراعي البوزيدونيا، واللي هي الأعشاب البحرية التي تفرخ فيها الأسماك وتتربى فيها الأسماك اليرقات الصغار، وبعد تكبر وتهاجر. وهي المنطقة الأكثر كما قلت أنا، أكثر يعني قوة في البحر الأبيض المتوسط باعتبارنا هذه البوزيدونيا الموجودة. كل كمية من الكميات من المحروقات اللي قد تتسبب في كما قلت حجب الأكسجين وحجب الوعد سيقضي على الكائنات البحرية في عائشته، ولكن سيؤثر لا قدر الله على المستوى المستقبل باعتبار أن المرعى اللي كانت ترعى فيه الأسماك تم القضاء عليه بفعل يخليني نسألك سي حافظ، كلامك يخليني نسألك، هل تكون هذه العملية مدبرة ومخطط لها باستهداف هذه المنطقة بالذات نظرا لخصوبتها؟ خاصة وأنه فما برش أسر يقول لك إيش مجيبها الجيبس الباخرة هذه متعدة من دميات المالطة ولا من مالطة لدميات، إيش موصلها الجيبس؟
والله يا الحقيقه زميلتي العزيزه لا يمكن ان اجزم باعتبار ان ولا يمكن ان اؤكد باعتبار ان ما عنديش المعلومه الصحيحه. لو كان عندي المعلومه اؤكد يعني احتراما للمستمعين واحتراما للمتابعين واحتراما لكم انتم ما نجم نحكي كان على موضوع اللي انا متمكن فهمت يعني. اما هذه الفرضيات موجوده فرضيه كيف قلت لكم الفرضيه الاولى نتاع الموجوده نتاع التامين ومحاوله يعني اخذ اموال التامين كلمهين يمكن تكون هذه حاجه اخرى يمكن جدا ظروف جدا حتى تم ظروف اخرى علاش يمكن هما نفسهم كانوا مثلا يستناو في الامور المناخيه حتى اللي انت تعطل باش يطلبوا خاطر كان يطلبوا يجموا يطلبوا عندها ثم اشياء اللي انا لا يمكن ان اجزم فيها. بالنسبه للنقطه الثالثه عندها اللي قلت عليها بالنسبه اللي احنا في تونس يعني وهنا نقول ونأكد ان في سنوات بدايه 2000 كانت عندنا مخططات للكوارث وللتدخل قديش من مره البحريه التجاريه والبحريه الوطنيه يعني جيش البحر نظموا عمليات بيضاء للتدخل في مثل هذه الحوادث يعني هناك تدريب في العشر سنوات الماضيه ما نعرفش لكن الاكيد انه ما صارتش. على كل عندنا خبرات تونسيه ولكن حسب المعلومات اللي هي جاءت عن طريق بعض وسائل الاعلام الايطاليه يعني ايطاليا اللي هي بعثت يعني بوارج حربيه بعثت خبراء او مستعده لبعث خبراء وانا لا نيونس انه احنا طلبنا من السيد رئيس الجمهوريه باش يفتح ويوجه نداء لكل البلدان الشرقيه ولكن تونس لحد الان ما طلبتش سي حافظ. هي ايطاليا ابدت استعدادها انها تبعث بارجه وخبراء ولكن قالت لك انا في انتظار الدوله التونسيه اذا كان تطلب ورئيس الجمهوريه في بلاغ هبط على رئاسه الجمهوريه يقول لكم انه تونس تلقات برشا دعوات من عده دول للمساعده ولكن لحد الان ما طلبتش. ترى هذا معناها وخرنا فما مخاطر انه نكونوا معناها وخرنا في طلب المساعدات والا لا سي حافظ؟ انا اعتقد ذلك وهذا من المكابره اللي ما عندها حتى قيمه بالنسبه لي في ظل الازمات والكوارث ما يزمش واحد يكابر يقول انا نجم وانا نجم لانه لو كان ما نجمش تصبح الكارثه ليس لها مدى. وبالتالي عمليه المكابره هذه هي احنا توانسه وعندنا قدرات لكن احنا بلد ضعيف وقدراتنا بسيطه يعني ما عندناش امكانيات كما الدول الاوروبيه وايطاليا راهو ايطاليا كي تقول لك انا مش نبعث لك راهو تعرفش معناتها امنها القومي مرتبط بامن تونس وبسلامه البحر الابيض المتوسط يعني ما مش يعني ما يعرفوا يخطوا واحنا معناتها نقول ان ما نحبش المكابره والاخطاء تكون سبب بعد نقولوا يا ليتنا طلبنا التدخل من الاصدقاء خاصه هم عبروا وهذه من دورهم لان احنا تونس هي تونس ممضيه على اتفاقيه برشلونه واتفاقيه برشلونه اللي تقوم على الحفاظ على البحر الابيض المتوسط فيها بعض الخصوص التي تؤكد انه في حال وجود حوادث على بقيه الدول الاخرى المساعده يعني مش قضية يعني أن البحر المتوسط ماهوش متاع تونس البحر المتوسط احنا جزء منه عندك عندك 22 او 23 دولة موجودة في البحر المتوسط كلهم معنيين بهذه الحادثة كلهم معنيين يعني تجعل هذا يقدر لو كان تقع عملية تسرب النفط من الباخرة الشواطئ الليبية قد تتأثر الشواطئ الإيطالية قد تتأثر خاطر ما تعرف الحركة حركة البحر يعني حركة دائمة ويمكن أنها تنقل هذه الكميات حتى لو كانت بسيطة إلى مناطق أخرى بعيدة فبالتالي أنا أعتقد أن عملية الشفط إلى حد الآن ما زالت بالرغم من أن الكمية صحيح وراو نأكد وكما قالوا سي القنوتي تو منذ قليل ان الكميه بسيطه يعني 750 طن ماهيش الاف الاطنان من الفيول يعني هذا بسيطه لكن احنا ما عندناش الامكانيات ثم نعرف اللي انا متاكد منه ان بعض الشركات الخاصه اللي تشتغل في عرض البحر وخاصه الشركات في حقل اشترت وحقول اخرى بتروليه في خليج جابر عندها شركات عندها بعض الامكانيات
ولكن هذا تقدير للمسؤولين. هل ترى الخطر اللي موجود والكارثة أو حجم الكارثة المستقبلية اللي يمكن تقع هل عندنا القدرات الكافية باش نتعامل معها ولا لا؟ هذا لازم يكون كان من الناس اللي هي موجودة على عين المكان وعندها كل المعطيات. أنا من بعيد ما نجمش يكون عندي المعطيات. بهي واضح. سي حافظ نختم معك بسؤال بخصوص التعويضات. وزير النقل يقول أن تونس ستطالب بالتعويض إذا تم تسجيل خسائر في الحادثة. ألا يعتبر هذه خسارة في حد ذاتها يعني ما تسرب وعلى قلتها حتى لو كانت قلتها؟ وكل هذه وكل هذا الجدل يعني ما يعتبرش يعني تونس ما تنجمش تطالب، مش من حقها تطالب إلا إذا كان صارت خسائر أخرى. شوف هو راهو كل كارثة عندها حجم وكل حجم عنده خسائر، وهذا مهم جدا. أنت ما تنجم تطلب إلا أنت توش تطلب قداش لازمك تعمل عملية التقويم الاستيماسيون. ما نجمش نتقيم حتى تشوف انت توا مازال عندك الوقت توا باه اوريزمون جاب ربي توا الوقت الطقس تحسن قبل كان يعاود يرجع الطقس ويتحرك ويولي نو عاش نعرفوا حتى يمكن كيفاش الحركه نتاع الباخره ولا وانا حتى في عمق البحر خاطر 20 متر مش عميق برشا يعني كيفاش باش تتحرك كيفاش مش واحد يعني معناتها هل الخزانات نتاعها اللي كان عمرها 45 سنه يعني توا احنا اللي طونشيتي يقولوا انا باش نعملوا ندخلوا عمليه الانابيب ونشفطوا هذا على مستوى النظري سهل، اما هل ترى اللي تاع نتاعها حالتها حال الخزانات يعني تتحمل ما تتحملش معناتها يمكن في اي وقت تنجم تنفجر لك ماهوش علم دقيق وصحيح. معناها سيبق لي اوان الحديث على التعويضات في هذا الوقت. انا اعتقد وذلك علاش انا ادعو وعاودت دعيت ونزيد ندعو الى تكوين لجنه من الخبراء في مجال القانون البحري في مجال البيئه البحريه، يعني لان البيئه البحريه معناتها مختصين في البيئه البحريه معناتها مش موجودين برشا عندنا في بعض الكليات وعندنا بعض الخبراء الكبار، ولكن هي راهو علم دقيق وعلم صحيح يعني في معناتها فما برشا خبرات مختصة في المجال اللي هي حتى في نوعية المورفولوجي نتاع خليج قابس وهذه كلها معطيات لازم نكونوا لجنة خبراء اللي هي تاخذ عندها كل المعطيات وتقعد تدرس باش نجموا نخرجوا ان بلان داكسيون واضح. يعني سي حافظ اخر سؤال ونظرا لضيق الوقت بايجاز من فضلك، يعني في مثل هالحوادث وبعد تقييم الخسائر وكل كيفاش يتم طلب التعويضات وممن؟ هو راهو تم في تونس مخرطه في معاهدات دوليه والعديد من الدول يعني تم المنظمات العالميه موجوده اللي هي تابعه للامم المتحده، وهو معروف هذاك يقول لك ان لو بولير بير يعني اللوث هو اللي خلص، ولكن ثم يمكن تجي دعم من بعض الصناديق الدوليه او من بعض الاتفاقيات اللي عندنا احنا مع الدول الشقيقه والصديقه في هذا المجال، وبالتالي وهي عمليه حتى انا بالنسبه لي انا ما نطرحش صحيح هو حقي باش ناخذ انا التعويض، ولكن التعويض لا يمكن ان يكون في حجم الخسائر مهما كان مهما كان لانه ثم الخسائر الانيه لو احنا ناخذوا ليش على هذا الله لن يقدر ان لو كان تقع عمليه تسرب يعني القضاء على نشاط البحاره في المنطقه اللي ممكن قد تشمل من الزارات او اكثر حتى اكثر تمشي حتى من البيبان توصل حتى للمهديه هذه المنطقه اللي البحاره اللي كان يسمو هنا الله ليش على هذا ما عندها احنا ان شاء الله ما يقعش السيناريو هذا. اما شوف قديش عائلات مش تضر، شوف الانشطه الاقتصاديه الموجوده في قابس وفي صفاقس وفي جربه والسياحه كلهم كلهم مهما كانت تقديرات ما تتعوضش يعني هذا سي حافظ لا قدر الله سي حافظ انه يصير هالتسرب هذا ديما نحكيو على ونستبعد ان شاء الله نقولوا لا، اما اذا يصير المده او الفتره نتاع هالاثار والتداعيات السلبيه ذي والقضاء على النشاط البحري قديش يدوم تقريبا يعني قديش الاثار نتاعو قديش تتواصل؟ راهو تنجم تكون حتى 30 40 50 سنه ما نعرفوش تم برشا معطيات تقنيه لازم تتوفر باش يجم الانسان يعمل وهنا قلت لك نرجع للمختصين في مجال البيئه البحريه والكائنات الحيه البحريه. النقطه برك اللي نحب نقولها نقول انا وباش نخدم خاطر اكيد اني طولت ان شاء الله ما علعتكمش بالاطار لا سي حافظ يعني انا بالنسبه لي الحادث او الجريمه وقعت
وهناك سوى سيتحمل كل مسؤوليته سواء عن المقصر أو المهمل أو 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 أما أنا كيف أستعد لمثل هذه الحوادث مستقبلا؟ هذا المهم بالنسبة لي يا رجل. إيش نعمل من بعد؟ إيش مش نعمل إذا هذا القدر كان جمع جيدة قامنا مشكلة كيفاش؟ إذا نأخذ الدرس من اللي وقعنا اليوم ونشوف وين التقصير ويزم عملية التقويم في كل المجالات الاقتصادية السياسية الاتصالية الأمنية يعني كل باش نشوفه وشنو نجمو نستعدوا وإذا كان ما عندناش إمكانيات أكيد ثم بعض البلدان الصديقة والشقيقة اللي هي وهذا مش عيب باش واحد يطلب الإعانة من في اللي أجل شيء مشترك ومن أجل المواطن ومن أجل الكائنات البحرية. مشكروك برشا سي حافظ الهنتتي صحفي مختص في الشؤون البيئية ومناضل بيئي علمتنا بكل هذه التفاصيل. بعد شوية الانترفيو الثاني بخصوص غرق السفينة المحملة ب 750 طن من الغزوال في خليج جابس. ريكاب ميدي. مضي ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة مازلنا نحكيه على غرق السفينة في خليج جابس وما أثرته من جدل واسع، هل هي جريمة أم إنها حادث عرضي؟ معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي مرحبا مرة أخرى. باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على هذه الحادثة تتسويت مع السيد الوزير الأسبق السيد مبروك كرشي تتسويت في الانترفيو دي جوغا. انترفيو دو جور. سي مبروك كرشيد عسلامة مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا مرحبا. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. ننطلق سي مبروك من تصريحاتك اللي أدليت بها وقلت وقع إغراق السفينة عمدا، ننطلق من هذا التصريح، أي معلومات لديك سي مبروك كرشيد؟ أنا ما قلتش تم إغراق السفينة عمدا. على كل هذا قلت شبهات جنائية كبرى في إغراق عملية السفينة في غرق هذه السفينة. يعني عملت تدوين البارح ولولت البارح في الليل وهي اللي أنا أشوف فيها. أنا نعرف يعني أنا محامي وسياسي يعني تقلت مواقع ونعرف نعيش في الجنوب التونسي معناها وأعرف منذ زمن طويل أنه كثير من السفن المتسكعة في أعالي البحار في المتوسط تستولي على النفط الليبي وهذا منذ قديم يعني من عام 2013 و2014 وتواصلت هذه العملية ويتولون معناها القيام بالاستيلاء على النفط الليبي بشراكة العصابات من ليبيا تتولى تهريب البترول وربما هذه العصابات أيضا عندها ميليشيات عسكرية وتتولى الضلوع في أعمال عسكرية وهذا كنت نبهت وأنا واحد من الناس تكلمت عليه في أكثر من مناسبة تكلمت عليه في البرلمان تكلمت عليه في الإعلام تكلمت عليه مرة في مجلس وزاري قلت راهو هذه ظاهرة لأنه إحنا مربوطين في ليبيا خاصة أن العملية تتم على المناطق الغربية وهذه السفن هي سفن عصابات خطيرة ويتم نقل البترول الليبي من ليبيا إلى مالطا خاصة وإلى جنوب إيطاليا جنوا وبالتالي عندما جاء الخبر أنه فما سفينة في عالي البحار طلبت اللجوء إلى المياه الإقليمية التونسية وأن السفينة غرقت هكذا يعني وبسنين متر وأنها جاية من دمياط بالنفط في البداية قالوا من دمياط جاية بالنفط والبترول وذهب إلى مالطا المسافة بين دمياط ومالطا يعني لا يمكن أن تجعلها قريبة إلى الشواطئ التونسية الشواطئ الليبية أقرب لها كانت يمكن أن تدخل إلى الشاطئ الليبي كان يمكن أن تعود إلى مصر كان يمكن أنها يعني ما أتى بها إلى تونس جعل المرة الأولى الموضوع هذا موضوع ريبة ثم تبين أن هذه السفينة بعد ذلك هي سفينة ذات علم إفريقي معناها واشتغلت تحت علم دولة أخرى وتملكها شركة في تركيا تبين أن هذه الشركة هي شركة ما بين ليبيين وأتراك يعني كل المؤشرات منذ البداية أنا كمتابع حريص مانيش كمتابع ما خبير حريص فقط بين لي أنه فما موضوع لوش غير مقبول الحقيقة أنا استغربت أن الدولة التونسية لا تعلم على هذه السفينة شيء ولا ما تعرفهاش
ولكن تبين أنها كانت عندنا يوم نهار 8 أفريل أي نهار آخر يوم هو نهار 9 أفريل غادرت يعني 9 أفريل الآن لها 9 أيام اللي غادرت ميناء صفاقس يعني هذه السفينة معلومة عنا ولا شك أن عنا عليها مخابراتنا العسكرية والمدنية والماري مارشوند عندهم علم على السفن معناها المارقة يسموها في القانون البحار سفن مارقة وهي السفن التي تستهلها يا أما القرصنة يا أما التهريب وهم موجودين برشا في العالم معناها وإحنا المفروض أنه عندنا اطلاع على السير وهذه السفينة عندما أرادت أن تغرق أو تغرق أتت إلى الشواطئ التونسية الحقيقة العملية أنا شكيت منذ البداية أنها عملية مفبركة وعملية ويبدو لي اليوم في جابس القضاء أكد أنه هناك تضارب في أقوال وأن الوثائق اللي المفروض على البحار على الربان قائد السفينة أنه لا يغادر السفينة بهم تركهم في على متن هذه السفينة أو تعلل بتركهم على متن هذه السفينة والحقيقة ربما أنه ليس لديه وثائق وأنه مهرب وأنها جريمة قرصنة للسلع ليس للبشر وتوجد في تتسكع على الشواطئ التونسية بدون رقيب ولا حسن. سي مبروك شنو الغاية من هذه السفينة ولا من الطاقم أنه يغرق هذه السفينة في خليج جيبس شنو الغاية باعتقادك يعني؟ السفينة في مرحلة معينة تصبح عندما ترتكب كثير من الجرائم تصبح عبء على مالكيه وقد تضرب عليها عقل وتوظف عليها غرامات وقد تقع عليها كثير من المتابعات وهي أداة جريمة في آخر المطاف إذن المهربين ولا المافيا الدولية من مصلحتهم إغراق السفن اختاروا ربما خليج جابس على مسافة 27 كيلومتر في عمق بحري لا يتجاوز 20 متر على ما يبدو لي يعني في مياه 120 متر رأي منطقة متاع مرفع مش بحار عميقة فهمتني والسفينة يبدو لي باش تكون فارغة من النفط اللي كان عليها اللي كان هرباته وكلها أولا لإخفاء هذه السفينة التي يبدو أنها أصبحت عبء وثانيا للتحصيل على التأمينات إذا كان عندها تأمين بدعوى أنها غرقت في البحر وربما معناها أرادوا أن يغرقوها وأن يتحصلوا من بوليس التأمين على تعويضات لأن هكذا تشتغل المصر واضح به سي مبروك أنت أشرت إلى أنه الأتراك لهم سوابق في إغراق السفن من أجل التعويضات يعني تم التخطيط لهذه السفينة أنها يتم إغراقها وفي خليج جيبس بالذات علاش مش مثلا في سواحل ليبيا مثلا لا يعني هم يحبوا الأمن والأمان لي إذا كان السفينة هذه معلومة في ليبيا وتقع تصفيه حسابات ما يدخلوش الشاطئ الليبي هذه السفينه تبقى في البحار وتسحب اليها كميات البترول كبرى وتوظف فيها ثم تنطلق ما يدخلوش هذوما للسواحل الليبيه لان ليبيا تعرف فيها غابه عسكريه معناها وفيها ميليشيات متضاربه وفيها ما الى ذلك من وسائل خطيره ايضا هم يحبوا سلامه الربان متاعهم وسلامه الملاحه اللي هما أربع أتراك وواحد جورج وما إلى ذلك فهما يجب أن يذهبوا إلى منطقة آمنة عند غرق السفينة أو غرقها وليس أقرب ولا أفضل من تونس بالنسبة لهم هما في أوروبا القوانين صارمة جدا في عملية غرق السفينة ولا غرقها وخطاياها كبرى وربما لا تقع نجدتهم بطريقة سليمة فتعاملوا مع منطقة يعرفونها ومنطقة يتشكعون على شواطئها وربما لديهم علاقات في الموانئ التونسية هذا ما استكشفه الأبحاث لأن هذه السفينة كما قلت كانت لدينا ويبدو لي أنها لها سنوات لا تذهب بعيدا على المثلث اللي هو ليبيا شواطئ التونسية والمرافق التونسية ومالطا لافاليتا أو إيطاليا جنوب إيطاليا إذن العملية فيها شبه جنائية أرجو أن لا يكون هناك تورط من بعض الموظفين التونسيين في هذا أرجو أن لا يكون هناك عملية لأن أنا ما قلتش رأيها الأتراك عندهم سوابق ولا قلت العصابات عندها سوابق وإذا كانت العصابة هذه المرة التركية فالعصابة التركية عندها سوابق
ككل الحسابات اللي هي البحرية وكثير من الأحيان تقع الإغراقات في القرن الإفريقي أين عادة القرصنة البشرية في القرن الإفريقي معناها يقع الإغراق دائما وما إلى ذلك من أمور. وأيضا في أمريكا اللاتين زاد العملية في المضايق في ولكن معناها أنا أعطيك علاش السفينة هذه كانت محل ريب أيضا من البداية أن هذه السفينة لم تغادر حوض المتوسط. الحقيقة احنا ولينا دولة مستباحة للأسف يعني حتى القراصنة البحريين إن شاء الله مجيش قراصنة البشر ولكن القراصنة بتاع السلاع أصبحوا يستبيحون ويعتبروا دولتنا هي نجم تكون مرمى لنفاياتهم ومرمى لجرائمهم. سي مبروك كرشيد نسألك كناشط سياسي تونس يعني عدة دول عرضت عليها المساعدة أنهم يبعثوا مثلا إيطاليا حبت تبعث بارجة حبوا يبعثوا خبراء ولكن تونس إلى حد الآن لم تطلب مساعدة. هل ترى أن تونس لازمها تطلب المساعدة في أقرب وقت؟ ممكن أتأخرنا ولا ما تأخرناش في طلب المساعدة أم أن تونس نجم تتجاوز هذه؟ شوفي الموضوع البحري موضوع يعني نجم أقولك هو من أبهض وأغلى ما يمكن أن يقع دفعه من الدول. والخفر البحري ما يسمى عملية الخفر البحري من أغلى ما يمكن أن يكون للدول. بالتالي تونس إذا كانت تطلب المساعدة الدولية أكيد أنا ليست مساعدة مجانية يعني وسيكون في آخر مطاف هناك الدولة التونسية ضامنة لمن يأتي لمساعدتها على خفر ما هو في سواحلها. وهذا قرار الحقيقة يجب أن يدرس بشكل جيد يعني أنا ما أعتقدش حتى بوليس التأمين التي يمكن أن تكون موجودة هي بوليس التأمين قوية وقادرة على أن توفر الحماية المالية للدولة التونسية أو للدول التي يمكن أن تساعد على ذلك. ثم هذه السفينة مش فقط في شفط النفط اللي فيها ولا الغازوال اللي فيها بل لابد من رفعها هي كأنقاذ لسفينة غارقة لابد من رفعها من المكان لأن كما قلت هي في منطقة قريبة حتى صيادة البحر بتاعنا احنا ينجم مصطدموا بها وتنجم تصبنا كوارث. يعني هناك مشكلة مالية كبرى وتعرف شو معناها إخراج سفينة من البحر. المساعدة تنجم تكون فهمها مساعدة أولية على شفط البترول ولكن يبدو لي تونس مش متخلقين من البترول برشا لأنهم يعرفوا أن الكمية بسيطة وأن هؤلاء ما لا أبحاث ولا تعطيهم ثم حقائق أن هؤلاء لا وجود للنفط عليهم وسوقوا نفطهم ورادوا أن يأخذ سفينة وبالتالي العملية بتاع النفط هي كلها عملية صغيرة. المشكلة الكبرى هي في رفع أنقاذ هذه السفينة وهي عملية باهظة ولا يشملها التأمين. خلينا نكون واضحين لا يشملها التأمين. سي مبروك مرحبا بك. مرحبا. كما تفضلت سيادتك كمية النفط بسيطة ترى أنه ربما هذه السفينة تحمل أشياء أخرى ربما الحكومة التونسية رأت أنها تكون هي فقط اللي تبادر بالعملية الكشف عليها قبل أنه يدخلوا أطراف أخرى وربما يقع تعويم الحكاية وتصبح يعني ما هيش جدوى. لا ما نعرفش شوف لا يجب أن نصدق رواية الربان. قلت أنا ذي السفينة من غينيا الاستوائية واشتغلت تحت علم الكاميرون ولا تغادر البحر المتوسط منذ سنوات طويلة لا تعبر قناة السويس اللي هي منطقة رقابة بحرية دولية كبرى. نعم. يعني نعرف السفينة سائحة ولا عندنا مهرب ولا ترتكب الجرائم ولا ترتكبش تسك على الشواطئ ولا تمشي ولا تبحر في أعالي البحار أين الرقابة الرادارية أيضا وهناك بوارج حربية وبوارج رقابة كبرى للدول كما إيطاليا وكما غيرهم. إذن هذه السفينة مضطربة بإعتماع الكلمة. نعم. أنها تكون ضالعة في مسائل أخرى كان يكون تكون هي يشتغل عليها السلاح هم اللي هم العصابات اللي يدفعوا في البترول ليش عملوا هما البترول ليش البترول الليبي يهرب أنا أردت لفت البترول الليبي يهرب أي هذا حتى يشتروا السلاح. نعم لأنه علاقتهم بأطراف ليبيا مشبوهة الله أعلم شكون هي اللي تخلي الفرضيات هذوما برشا فرضيات واللي ما تروحين كله موجود. على كل حال تونس دولة لا يجب أن تظهر بأنها دولة تساعد المارقين. نعم. ودولة تفتح موانئها للمارقين. أنا أرجو أن هذه السفينة جت عارضين مرة ما هيش سفينة متكررة الدخول إلى الموانئ التونسية معناها تنجم تدخل في جرجية تنجم تدخل في جابس تنجم تدخل في الصاقس هي كانت في الصاقس
إذا كانت متسكعة وتعتبر الملاذ الآمن لها هي الموانئ التونسية، نعم هذا سيكون خطير على الدولة التونسية وفي تتبعات. واضح. حسب رأيك سي مبروك، توا هذه السفينة عندها درابو من أفريقيا من غينيا الاستوائية، وهي من أصل كاميروني، وتملكها شركة مشتركة ليبية تركية، تركية ذات جنسية تركية. شركة تراش أن كل هذا، هو كل هذا في حد ذاته يدعو للريبة، يعني مجرد أنك تسمع وذي ويذكرنا هذا ش خلاني تكلمت أنا قبل الصلاة وقبل ما تكلم ويصبح الوزراء يقولوا فما ريبة، قلت هذه عملية مسترابة، كيفاش نسمحونا بأن تدخل مياه الإقليمية؟ قلنا يمكن أن نجدهم في أعالي البحار، يعني أعالي البحار هي مياه دولية، نعم مش يعرفوا المواطنين اللي ما يعرفوش المصطلحات القانونية للبعض، أعالي البحار هي ما هي خارج المنطقة الإقليمية أو الجرف القاري، إذن كان يمكن أنهم نجدوهم في الداخل، ولكن اللجوء إلى المياه الإقليمية حتى لا تفعل الاتفاقيات الدولية في حقهم وفي حق الدولة التركية وفي حق دولة غينيا الاستوائية، ومن ذلك من أمر ينجي معه تبعات كبرى. إذن ذهبوا من الدول من الاتفاقات الدولية الصارمة في الالتزامات الدولية الصارمة إلى مياه إقليمية لدولة ربما معناها سمحيني في الكلمة دولة تقول توفر لهم خدمات الإغاثة، ومعناها قوانينها غير صارمة في موضوع القرصنة والموضوع الجرام البحري. سي مبروك، في اعتقادك شنو هو مصير الطاقم اللي تم يعني هو متواجد في جيبس على ما أظن أو في صفاقس، شنو مصيره؟ يعني هذا الطاقم يتكون من 7 أشخاص، لا يعني سيخذ عليه بحث جدي، هو في جيبس وفتح في بحث تحقيق في 2 قضايا، وسيجب أن يخذ عليه أبحاث جدية، ويجب أن لا يكون تونس يعني تخرج على أنها دولة مساعدة للمارقين، هذا مش مقبول. شنو لازم تعمل تونس في مثل هذه الحالات؟ يعني القضاء يأخذ مجراه، ما فيش كلام. ثم تدرس الموضوع، ثم تحمل الأطراف الدولية اللي تعطي العلم متاعها للسفينة، وتركيا تحملها من المسؤولية الكاملة، ويجب أن نجم تتجه تونس إلى تدويل هذه القضية؟ يعني تدوين مازال ذكري تو على ابحاث، ولكن المشكله مش كبرى عظمى حتى نذهب الى تدوين، ولكن ينجم يكون المحاكم العدليه الدوليه ما مجال من مجالات التدخل، يعني لما لا؟ يعني اما احنا لازمش نستعمل، هي عمليه لوش كان علينا ان نتحرى فيها، وما نقبلوش دخولها من المياه الاقليميه، وما نتعاملوش مع السفن المستربه، واذا وجبنا الانقاذ البشري يتم خارج المياه الاقليميه التونسيه، هذا كله معناها هذا اش حبيت نقول. واضح. نشكرك برشا الوزير الأسبق مبروك كرشيد، شكرا جزيلا لك على قبول التدخل معنا، يعطيك صحة. بخصوص موضوع غرق السفينة إكسيلو معناها في خليج جيبس، واللي كانت محملة ب 750 طن من الغزوال، سي حمادي يعني خلاصة يعني شنو نجم نقولوا على هذه الحادثة؟ ورأسه وقع التركيز برشا على 750 طن هذوما، وحسب رأيي أنا بعيد ربما عن البحر، أما من خلال ما شفت أنا في المحيط وغيره، يعني في المحيط الأطلسي كذلك هناك عديد من السفن اللي تترمى في وتخرج، أنا أشك أنه الحكاية 750 طن، وأنها قد تكون تحمل حاجات أخرين، ما هو شيء 750 طن هذوما، يعني مرات أشوف تلمو ركزوا على 750 طن ويظنوها الناس أنها برشا، في حين أنه راهو في عالم النفط 750 طن نجم يكونوا لتزويدها هي يعني بالمحروقات، خاصة أنه السفن هذه كما كان يقول الأستاذ كرشيد سفن مارقة وتتسكع في البحار، وبالتالي تأخذ ريزيرف يعني كبير يعني من الوقود معناها اللي تتزود، خاصة كيف يقولوا اللي هي دخلت الميناء صفاقس وتزودت يعني بالمؤونة، نعرف أنه راهو السفن هذه المؤونة متاحة والماء وكل ما هذا يعني راهو موش هين، نشوف أنه هذا موضوع للمتابعة بجدية، ما هوش المتابعة البسيطة. يبقى أنه يذكرنا ذي القرن 15 يعني حين كان القراصنة الأتراك يعني في البحر المتوسط ما بين تونس وميناء
جنوة. هذه يعني يرجع لعود التاريخ يعني من جديد ونشوفه مرة أخرى سفن تتسكع وتجي. يبقى اليوم الجانب البيئي اللي هو كذلك مهم. يجبنا نذكره كذلك أنه راهو خليج جابس يتعرض يوميا للفوسفوجيبس، وأنه جاء الوقت باش الدولة يكون عندها سياسة بيئية واضحة مربوطة بزمن وقابلة للقيس، ما تكونش مسيبة هكاكا. يلزم يكون عندنا جانب اهتمام أكثر. خليج جابس موروث بيئي عالمي. خليج جابس هي منطقة اللي يتكثر فيها الأسماك، لأنه فاهم حكايتك المد والجزر وجانب يعني درجة الحرارة تختلف يعني وقتها. وبالتالي اليوم يجب يكون عندنا سياسة بيئية واضحة خاصة على مستوى البحار. هناك مجهود دولي عالمي في سياسة للحفاظ على الشريط الساحلي. ثم خدمة قاعدة تخدم هي. أما نقول على مستوى جابس يبدو أنه جاء الوقت باش تكون ثم اهتمام أكثر. الجانب البيئي راهو مش يهم فقط نستناه إلا ما تجي كارثة. راهو الجانب الوقائي يكون أكثر وأكثر مردودية. الجانب الآخر هو السياسة البيئية الواضحة. المستوى حماية الشريط الساحلي شفنا في المدة الأخيرة ثم بعض مجهودات، وخاصة أنك البناءات اللي تبنات على الشريط الساحلي قاعد يقع هدمها، لأنه هذيك تأثر كذلك على المنظومة البيئية. المياه زاد المستعمل اللي قاعدة تتصب يعني دون معالجة في البحر المتوسط، زاد لابد الحد منها لأن هي نفسها تؤثر على الحياة البحرية. هو سي حمادي يعني جابس نعرفوا المجمع الكيميائي في جابس والمشاكل البيئية يعني حتى المجهودات اللي عملوها نشطاء المجتمع المدني والمناضلين البيئيين في حماية معناها جابس، نزيدوا عليهم اليوم هذه السفينة اللي سيادتك أشرت، وكذلك الضيوف اللي كانوا معنا أشروا إلى أنه تنجم راي تكون الحمولة ما هيش جازوال مثلا، تنجم تكون مواد أخرى وعلى مخاطرها. نتفكروا هوني زادة الأزمة متاع النفايات الإيطالية في تونس، شنو يعني تونس وليت اللي عنده نفايات يجيبها لتونس، واللي عنده بوتيتر مازلنا بخصوص السفينة ما نعرفوش شنو المواد اللي فيها. إلى حد الآن تم التصريح إنها غازوال، ولكن زادة فما شكوك نجم تكون حاجات أخرين. شوف البحر هذايا راهو مش ملكنا احنا فقط، باش نبدأ واضحين. البحر نشاركوا فيه مع 22 دولة اللي هي كلها تطل على البحر الأبيض المتوسط، والمجهود البيئي المحافظة على الشريط الساحلي هي مسؤولية كل هذه الدول معنا. الجانب الآخر هو أنه إحنا لحد وقت قريب كنا محظوظين أنه المناطق الساحلية متانا مازال مش ملهاش تلوث، ولكن في السنوات الأخيرة كنا نتابعوا أنه كل من حين لآخر تصدر بعض البيانات أنه البحر الفلاني ما نعوموش فيه لأنه فيه تلوث بمادة كذا، البحر الفلاني رأوا فيه مشكلة. يعني شايف أنه إذا نواصلوا على هذا المنوال وما نثماش مراقبة وما نثماش متابعة دقيقة للجانب البيئي، أنه يجي نهار وما يبقى عندنا حتى بحر قابل للسباحة. هوك احنا سي حمادي ديما ساعتك ننسي ولا نسهي وما نفقوش ومن بعد نفقوا على حاجة. دونك اليوم راهو المجال البيئي راهو يمثل أمن قومي زادة عنا، إلى جانب معناها الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي راهو عنا زادة الجانب البيئي اللي هو لازم يكون في أولى اهتمامات السلطات يعني في تونس، خاصة وأن المخاطر راهي تنجم تجيك حتى معناها سواء المخاطر البيئية اللي في تونس وإلا اللي تنجم تجينا هكا كيما مثل هذه الحوادث. نشكرك برشا سي حمادي البقلوطي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. نشكر ضيوفي اللي دخلوا معنا لليوم. شكرا لأحمد المخلوفي في الإخراج التقني الحصة، عبير في الديجيتال سيف زيدة، تحية لأنس في الستوندار، كنت معكم سيم حمدي من السونار حتى التوى. نتقابل غدوة في ركاب جديدة في لمن. ركاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.